يا مساء الفل وجمال والصحة والسعيد على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا حبايبي الغاليين، يا رب دايما متجمعين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة جميلة مختلفة. كل سنة وكل أقباط مصر والمهجر طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. يا رب يعود علينا وعلى الشعب كله كل الأيام بخير وسلام. طبعا بمناسبة العيد أكيد السفرة هتكون مختلفة. تفتكروا هعمل سفرة عيد إزاي بأقل وقت؟ مش هقول بأقل إمكانيات ولا أقل تكاليف، لا لا لا، هنعمل سفرة حلوة جدا بس في أقل وقت، وكمان هتكون مبهرة لكل الحاضرين. فبعد الفاصل استنونا. حبايبي الغاليين، يا رب كل ايامنا اعياد، ويا رب يتعاد علينا كل يوم بخير. دايما بقول العيد هو اللمه الحلوه مع العيله، واكيد اللمه الحلوه بتكون عايزه سفره لطيفه خفيفه ظريفه تناسب اللمه الحلوه دي. وعشان احنا مش بنتجمع دلوقتي كل يوم علشان ظروف الحياه وظروف الدنيا، فاكيد لمتنا لازم تكون مختلفه. بصي بقى يا ست البيت، عايزه اقول لك اسهل حاجه في يوم العيد هي المشويات. هتقولي لي ازاي؟ فحم وغلبه خالص، ولا فحم ولا غلبه. النهارده انا ممكن اخليكي تعملي منيو لو اكلتيه في اي مكان تاني، صدقيني انت هتدفعي كتير قوي. وخصوصا انا بقول الاكل بره البيت في ايام الاعياد خساره، لا بيكون الاكل باحسن جوده ولا بيكون بأفضل شكل، وفي نفس الوقت إحنا هندفع كتير قوي وهنروح مجروحين، أكلنا كويس ودفعنا كتير. فتعالي أقولك بقى النهاردة إزاي تعملي سفرة رهيبة مختلفة بكميات حلوة جدا جدا جدا. أي حد هيقعد على السفرة دي هيقولك كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. عايزة أقولك سفرة النهاردة مميزة جدا بأطباقها بأصنافها، وأكيد بلبس العيد اللي أنا جاية إيه بيعيد عليكم. طيب أول حاجة هنحطها هي الرز. أنا هعمل النهاردة رز مميز جدا مختلف. عايز أقول لك الرز ده لوحده مبهر على السفرة. الرز المبهر، رز المبهر ده يعني مش عايز أقول لك من أسهل أنواع الرز وطريقتها، ولكن هو في الآخر بيطلع واو، يعني توليفة وتشكيلة من الرز مع الخضار مع شوية بهارات مع لون في الآخر بحطه كده، فبجد بيدينا رز ضايق ما حصلتش. طيب تعال نقول المقادير وشوف هنعمله ازاي. ده أول حاجة كده هبدأ بيها. أول حاجة أنا عندي هنا 3 كوبايات رز بسمتي، معلش بقى النهاردة هنعمل بسمتي بقى. طيب وعايزة كيس بسلة وجزر، محتاجة زيت زيتون، محتاجة مكعب زبدة أو مكعبين براحتك، بهاراتك بقى اللي هي هتميز رز النهاردة عن أي رز تاني، اللي هو ورق لوري، عود قرفة، ولومي، حبهان مطحون، وجوزة الطيب، كاري، ويعني كده فصين قرنفل، ملح وفلفل أسود، وبودرة زعفران هقولك هنعمل فيها إيه، وطبعا المية بتكون مغلية، ونحط قرن فلفل كده ياخد طعم، يعني ناخد منه طعم بس مش هناخد منه إيه الشطشطة بتاعته. وفي الاخر بقى لو حد عايز ياكله مع الاكله دي بيكون خطير. هقول تاني المقادير بسرعه يا جماعه علشان حقيقي الرز ده حلو قوي وهيعجبكم جدا. رز مبهر بالخضار عباره عن رز بسمتي، انا عامله 3 كوبايات، عليه كيس بسله وجزر، وعندي زيت زيتون، مكعب زبده، ورق لوري، وعود قرفه، ولومي، وحبهان مطحون، وجوزة الطيب، وكاري، وقرنفل، ملح وفلفل اسود، بودرة زعفران، ومية مغلية، وقرن فلفل. اول حاجة كده اللومي ده هو الليمون المجفف. اللومي ده ايه؟ الليمون المجفف. خلاص بسخن طبعا الحل عندي على النار، بحط فيها زيت زيتون وبحط فيها الزبدة. يلا بينا. بس كده اول حاجه بقى البهارات اللي عندي دي. بصوا يا جماعه اوعوا مهما كان الخير عندكم كتير تعملوا الرز بالزبده بس او بالسمنه بس. دايما بقول لكم الموضوع ده مش الطف حاجه وبيخلي الرز مش مفلفل خالص. بصوا بقى هنزل البهارات الاول كده علشان تديني
ايه التحميصه الحلوه كده وتديني ريحتها. انا حطيت واحده لومي، بصوا اللومي هو ده، بصوا اهو ده، ايوه السوديه المدوره دي، ليمونيه بس مجففه، خلاص هو ده اللومي، ريحته بدات تطلع شايفين. وعندي هنا كمان عود قرفه اهو، وكمان فصين قرنفل، دول خلاص حطيتهم ريحتهم خطيره. نحط بقى ورقتين لوري تمام، وبعدين نروح حاطين ايه الخضار. ايوه الخضار، ليه بقى الخضار هنا فيه ميه، انا عايزه اعمل رز مظبوط ما يبقاش معجن معايا، فمهم جدا ان انا ادي كده للخضار بتاعي تشويحه، اولا بيبقى طعمه حلو قوي في الرز، ثانيا هو محتاج ان انا اسحب منه الميه. واحط بقى ايه البهارات بتاعتي اللي هي ايه، يلا الكاري، رشه جوز الطيب، والحبهان طبعا حبهان مطحون علشان الطعم يبان، وفلفل اسود، والملح، وعندي هنا البابريكا، واقلب كل ده تاني. الريحة بدأت تطلع طبعا، ريحة البهارات تحمصتها في الأول، وبعدين البهارات بعد كده المجففة اللي حطيناها، ريحة خطيرة. الله، ننزل بعد كده بإيه بقى؟ عندي بيه الرز، في أسهل من كده؟ يلا الرز عندي، وبرده لازم أديله تقليبة، أشوف بس كده إيه المية سخنة تمام، لازم أدي الرز عندي هنا برده تقليبة. بصوا هلاقي لونه عمل ازاي، هروح مزوداله عندي هنا تاني الكاري اهو، ويعني ذره الحبهان انا بحبها تكون واضحه زي ما بناكله بره، ولكن بره ما بيتعملش بالخضار بس كده. هتقولوا لي طب ثانيه واحده، بودره الزعفران فين؟ لا مش دلوقتي، بودره الزعفران ما بحطهاش دلوقتي، هقول لكم احطها امتى، بس عندي اخر حاجه هرميها هو قرن الفلفل، زي ما بقول لكم هاخد منه طعم، مش هاخد منه شطشطه، ما بفتحوش ولا بعمل فيه اي حاجه، عايزين تاخدوا منه شويه شطشطه يبقوا هتفتحوه. ونحط شويه الرز، سوري نحط شويه الميه على الرز، خلوا بالكم مقدار الميه اللي بحطه للرز بالخضار بيكون اقل من مقدار الرز العادي، يعني هنا في خضار فهو فيه نسبه ميه، فانا مش هينفع احط ميه اكتر من كده، ايه اللي يحصل؟ هلاقيه عجن معايا. بس كده الميه دي اللي بحطها لان انا عندي هنا في نسبه ميه تانيه هتخرج من الخضار. نركن بقى، خلاص كده عندنا الرز بيستوي، نقول له باي باي، يستوي كده براحتك لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه. وندخل على الحلويات اللي بعدها. اول حاجه كده يا جماعه، انا بالنسبه لي الكفته المشويه او كفته الحاتي من احلى الحاجات اللي ممكن تتقدم في اي سفره، وكمان يكون ليها عليها اقبال كبير قوي قوي، ما تاخدش وقت معانا. طيب كفته الحاتي بتاعتي ايه؟ طبعا اكيد انتوا حافظينها، ولكن انا ما بطلش اعملها علشان برضو بتسال عليها كتير، وزي ما قلنا قبل كده انا في مره عملتها بطريقه مختلفه ورجعت قلت لكم لا يا جماعه ما تعملهاش غير بالطريقه دي، كانت القطعيه مختلفه ودي حاجه ما عجبتنيش خالص. تعالوا بقى نشوف الكفته الحاتي المشويه عباره عن ايه ومقاديرها ايه. اول حاجه انا هعمل نص كيلو، انا عامله حاجات كتير فانا هنا هعمل نص كيلو، هلحق اسويها اعملها واسويها وتطلع معانا، مش عامله اي حاجه يا جماعه اي حاجه. انتوا عارفين انا دايما عارفين كده بحب احط نفسي في تحدي ان اعمل سفره زيكم بالظبط في اقل وقت ممكن بدون تحضيرات مسبقه، غير بصراحه ان احنا بنجهز المقادير بتاعتنا. طيب اول حاجه عندي هي 350 جرام لحم مفروم، طبعا فيه نسبه دهن، و150 جرام لحم دوش وليس بوش، دي بالدال، خلاص مش بي مش بالبوش، خلاص عايزه هنا بقى نص بصلايه مفرومه ناعمه جدا جدا وهعصرها قوي قوي، انا هاخد الطفل وليست البصلايه كامله. محتاجه بقى معلقه كبيره ونص نشا، وطبعا رشه ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، وهي دي بهاراتي بس على كفته الحاتي، بياض بيضه
وعندي هنا يعني ربع معلقه صغيره بيكنج صودا، حاجه كده على ايه تنتفه على عارفين على المعلقه كده طرف المعلقه، وطبعا بقدونس وشويه ثوم مفرومين، واكيد علشان بقى وانا بصبع عندي هنا الكفته محتاجه ميه بصل، طماطم مبشوره، وطبعا العسل الاسود وشويه زيت، والستيك او لو عندك كده سيخ تقدري تسيخي عليه الكفته يبقى تمام قوي. نقول تاني المقادير بسرعه، دي لنص كيلو، تقدري طبعا انت تضافي كمياتك وتعملي اللي انت عايزاه. طب مقادير النص كيلو ايه يا فيفا؟ لكفته الحياه الخطيره اول حاجه 350 جرام لحم مفروم، عليها 150 جرام لحم دوش، ما بحطش ليا ولا بوش، دي بالدال دوش، نص بصلايه مفرومه، معلقه كبيره ونص نشا، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، ودي بهاراتي فقط لا غير، بياض بيضه والبيكنج صودا والبقدونس والثوم المفروم وميه البصل والطماطم المبشوره والعسل الاسود، وعندي شويه زيت حلوين كده بيلمعوا عندي الكفته وبيدوها لون، وكمان بيخلوها كده عارفين تقطم معايا. والستيك بتاع الشيش اللي طبعا بننقعه، انا هحتاج ثلاثه هصبع كله واشيل منه. بصي بقى، اول حاجه عندي هنا بروح للجزار وبقول له من فضلك انا عايزه لحم دوش وليس بوش خلاص، وعايزه كمان 350 جرام، او ممكن تحطي نص وتحطي عليها 150 جرام دوش، مش مشكله خالص، تمام. وبعدين هتقولي له خدهالي وشين، خدهالي وشين خلاص، او انت تضربيها في الكبه بعد ما تجيبيها مفرومه، تضربيها لفه واحده كده خلاص، اخدها لك وشين هنحطها هنا، اتفقنا؟ طيب عندي بقى البصلايه لازم تكون مفرومه ناعم جدا، هحطها بحالها؟ لا، لازم اعصرها كده، انزل كل الايه الميه اللي فيها علشان ما تفكليش الكفته. الكفته بتفك ليه يا جماعه؟ عشان السوائل فيها كتير. الكفته بتفك ليه يا جماعه؟ على السيخ، علشان احنا لو عايزين بقى تشوها على فحم، علشان احنا مهدين النار، الكفته عايزه نار عاليه علشان تتشمع خلاص. ادي البصلايه. طيب احط ايه تاني هنا؟ زي ما قلنا معلقه ونص نشا، دي علشان بقى تسحب كل السوائل اللي ربما تكون معايا. وعندي هنا كمان ثوم، وعندي هنا بقى بياض البيض، يا نهار ابيض على بياض البيض، ده بيديها اللمعه، بيديها قطمه، بيديها تشميعه، هو اللي بيخليها تشد، وزي ما قلت لكم على طرف المعلقه كده تنتوف على طرف المعلقه. شايفين البيكنج صودا قد ايه؟ حاجه لا تذكر، شايفين اهو. طيب دي بقى بتعمل ايه؟ دي اللي بتخليها مش مكتومه، دي اللي بتخليها هشه. طيب وبعدين نحط ايه؟ رشه جوز الطيب، بهاراتي بسيطه قوي، ملح، فلفل اسود، وبس كده شكرا، بس كده. امال ميه البصل ده كله بقى هحطه في يعني احطه على بعضه علشان اصبع بيه اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ مهم جدا ان انا امسك المكونات دي كلها اقلبها 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 لحد ما يتكون عندي خيوط تربط اللحمه ببعضها، خيوط تربط اللحمه ببعضها اهو، هوريكم دلوقتي الخيوط اللي انا بتكلم عليها. عجيني اتعاملي معاها كانها عجين، كل ما عجنتيها كل ما كانت مربوطه اكتر، كل ما كانت بصوا كده فيها خيوط من يعني تربطها ببعضها اكتر. طيب انا حطيت طبعا توم يعني حتتين توم كده بصوت، البصلايه عصرتها، النشا، بياض البيضه وليست البيضه كامله، بس كده. بصي بقى الخيوط اللي انا بكلمك عليها، بصي لما بعمل كده شايفه في خيوط ازاي اهي، دي بقى بتربطها ببعض ما تخليهاش تفك، طبعا كمان انها تكون ما فيهاش سوائل دي ما تخليهاش تفك، النار تكون عاليه عندي دي ما تخليهاش تفك، بس كده. بصوا بقى هحط لها حاجه، يعني كنت عند ماما وحسيت ان انا عايزه احطها وعجبتني جدا. بصوا نص معلقه كبيره سمنه بلدي، حسيت ان هي اديتها طعم حلو قوي، مش عارفه جه هاتف كده وانا بعمل، استنى طب ماما استني عايزه احط لها نص معلقه سمنه بلدي،
قالت لي ليه دي؟ قلت لها لا ما مش عارفه، انا عايزه احط لها كده قوي. بصوا معلش انا هدي تقليبه للرز عندي هنا الاول كده علشان هو اتشرب خلاص، وبعدين لازم اعمل له حاجه، وبعدين هكمل تاني في الكفته. بصوا انا بس هدي النار، واول بقى ما الميه عندي تتشرب بصوا هعمل ايه. هاخد شايفين دي بودره الزعفران اهي، شايفينها اهي، اجيبها لكم كده كده اهي، دي بودره الزعفران تمام معايا. هحط منها كده معلقه، وبعدين اروح اجيب ميه سخنه او ميه عاديه واروح مدوباها كده. خلاص دوبتها، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه هنا. هروح منزله كده، منزله كده اهو، دي بودر الزعفران. اتفرجوا بقى على لون الرز، بس كده شكرا. وطبعا انا هديت النار وهسيبه يكمل سوا. بصوا لونه قبل ما يتقدم عامل ازاي، ولسه بقى لما يتقلب مع بعض واحنا بنقدمه. تعالوا بقى نصبعه، نجيب الصينيه بتاعتي او الصاج. يلا كده اشيل كل ده خلاص، دول لسه عندي هنا وده وده. بصوا بقى هحط دلوقتي البقدونس تمام مع السمنه اللي انا حطيتها، سمنه بلدي تدي طعم حلو قوي يا جماعه، زي ما بقولكوا جربتها بالصدفه وعجبتني جدا. خلاص كده نيجي بقى ميه البصل، عليها طماطم، عليها عسل اسود، وعليها شويه زيت، وطبعا الفلفل الاسود والملح، واقلب كده واجيب ثلاثة من هنا او أربعة. وبقى بعد ما اقلب اروح بل ايدي واروح بقى واخده حته، لازم اعمل فيها كده الاول، شايفين بلفها بعجنها، واروح بقى جايبه هنا السياخ بتاعتي او العصيان الشيش طاووق، واروح عامله كده واقفل عليها من هنا كده، واقفل كده. حاضر. بصوا بقى انا ينفع ان انا اسيبها كده طالما العصيان الشيش، طالما عصيان الشيش انا كنت نقعيها ما تقلقيش مش هتتحرق معاكي، فانا ممكن اسيبها كده. بصي عامله ازاي، شايفه خطيره ازاي، ثابته مظبوطه. ليه؟ علشان احنا ظابطينها كويس. بصي التقليمه بتاعت الحاتي خطيره اهي، تعريجه بتحصل ازاي كده كده، شايفين اهي دي تعريجه الحاتي. طيب انا ينفع احطها كده؟ ينفع. طب ليه يا فيفا؟ علشان احنا عاملين ايه، احنا بلين ونقعين عندنا عصيان الشيش، فمش هتتحرق معانا ويبقى شكلها لطيف، وتفك طبعا بتفك. ونجيب الاول نحط ايدينا هنا الزيت والعسل يا جماعة، والطماطم، مية البصل، ملح وفلفل اسود، هو ده السر اللي بيخليها بتلمع معايا، وحتة السمنة اللي انا حطيتها مش عايز اقول لكم هتفرق ازاي في الطعم اهي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حلو قوي صح؟ تعالوا نرصصها كده نكمل بقى. طيب افرضي يا فيفا انا ما عنديش عصيان الشيش ده اساسا، ومش يعني فيش وقت ان انا انزل اجيب، هقول لك حالا هتعملي ايه. هناخد الحته اهي بتاعتنا واللي هي بنلفها كده في ايدينا الاول، نعجنها
وبعدين نروح حاطينها هنا. مش عارفه افتح مطعم فول وطعميه ولا افتح مطعم كحكاجي زي ما جوزي بيقول لي، ولا افتح كبابجي، انا مش عارفه، انا مش عارفه، قولوا لي انتوا افتحي يا جماعه اهو. طيب انا يا فيفا لا ما عنديش، هتروحي بعد ما تخلصي شايلاها كده اهي بحلها اهي. صباع اهو خطير، ايه ده ساب ازاي؟ طبعا يا جماعه احنا بنلعب بليوه، يبقى مفتوح من هنا كمان، مفتوح من تحت زي بالظبط عند الحيط وهنحطه خلاص. وبعدين هي نستخدمها. طب برضو انا ما عنديش اساسا، عايزه اقول لك غطا سوري ظهر معلقه يكون سرح، يعني مش في الاخر كده عريض، لا يكون سرح، هتنفع جدا ظهر معلقه. اشوف لكم عندي هنا يكون سرح خلاص، برضو هتنفع قوي كده. ونروح شايلين كده وحاطين. شفتي السهوله؟ يبقى احنا كده اول حاجه عملناها الرز، تاني حاجه عملناها الكفته، لسه عندنا بقى لسه عندنا حاجتين تانيين احلى من بعض. حاجه فيهم بس هي اللي هتاخد وقت في الفرن مش الاتنين، والتانية هسويها على البوتاجاز. تعالوا بقى نعرف هو ده ايه اللي هنعمله تاني بعد الكفتة والرز بعد الفاصل، استنونا. بيتحدوني بيقولوا لي معقوله الكفته لحقت تستوي؟ قلت لهم اه لحقت تستوي، ما بتاخدش وقت طول ما النار عاليه جدا. بصوا عامله ازاي، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، خطيره لونها خطير، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، ولا اتغطت ولا اي حاجه، فوق وتحت وكانها ايه، كانها شويه. بصوا بقى لونها عامل ازاي، بتلمع ازاي. عايزه اقول لكم بجد حتة السمنة البلدي اللي هتحطوها مش متخيلين هتفرق ازاي في الطعم. بصوا لونها عامل ازاي، كفتة حاتي دي ولا مش كفتة حاتي؟ بصوا عاملة ازاي، شايفين خطيرة، وريحتها ريحتها رهيبة رهيبة، ريحتها تحفة. طيب يا جماعة نسيبها تهدأ وندخل على اللي بعده، عشان لسه عندنا سفرة عايزين نخلصها ونقدمها. اللي بعده بقى طبعا كفتة ورز يبقى فراخ. طيب تعالوا بقى نعمل الفرخة الشهيرة ليا بالتتبيلة الخطيرة في الخلاط، في الخلاط كل المقادير بحطها في الخلاط بتبل الفرخة. التسوية وشوية المكونات اللي بنحطها وحبة حاجات كده تفاصيل بسيطة جدا، هطلع لك أحلى وأجمل من الفراخ بتاعة الحاتي اللي أحيانا بتكون ريحتها مش حلوة، طعمها مش حلو، ومقددة وناشفة ومقلول بركتها. طب تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. اول حاجة الفرخة عندي تكون مفتوحة من الظهر خلاص، من الظهر كده شيش قاعدة كده في نايمة كده ومريحة تمام. طيب محتاجة ايه بقى، بصلاية معلقة كبيرة، صلصة كوباية زبادي، ومستردة معلقة كبيرة مستردة، ملح وفلفل اسود، بابريكا وجوز الطيب، ثوم بودرة، بصل بودرة، وزعتر وشوية جنزبيل بودرة، وكاري، سبع بهارات، معلقه كبيره عسل اسود، وخل، وليمون، وزيت زيتون. نقول تاني مقادير الفراخ المشويه الخطيره بتاعه فيفا، يعني بجد هتعجبكم جدا. عباره عن ايه، واحده فرخه مفتوحه تكون كيلو 200 بعد التنظيف، يعني كيلو ونص وهي بريشها بقى بقلبها بكل حاجه، وبعدين لما تتنضف تقريبا تعمل لها كيلو 200 كيلو 250 كيلو 300. بصلايه معلقه كبيره، صلصه معلقه كبيره مستارده، ملح وفلفل اسود، بابريكا، جوز الطيب، ثوم بودره، بصل بودره، وزعتر وجنزبيل بودره، وكاري، وسبع بهارات، ومعلقه كبيره عسل اسود، وخل، وليمون، وزيت زيتون. ماشي ماشي. كل ده فين يا فيفا؟ في الخلاط او في الكبه زي ما انتوا عايزين. طب والبصلايه هتتقطع بالشكل ده اهي كده،
ونحطها في الخلاط. وبعدين بصوا القرن ده اختياري عشان كده ما قلتوش في المقادير، بيدي شطشطه كده وبيدي لون. نحط بقى العسل الاسود ده. العسل الاسود يا جماعه في المشويات اختراع، لون وكرمله رهيبه. وعلى فكره عسل اسود او عسل ابيض. ومعلقه المستردة، يبقى كده عسل اسود ومعلقه المستردة. وبعدين الزبادي، الزبادي بقى ما ينفعش اتبل فراخ هتتشوي من غير زبادي، امال هطري انسجتها ازاي. وليمون ومعلقه صلصه برضو علشان اللون. ننزل هنا تاني العسل الاسود كده اهو كله كده تمام. ونحط بقى بهاراتنا، الاول الفلفل الاسود وبعدين الملح والبابريكا. وشايفين بقى كل ده، البهارات دي كلها اللي احنا قلناها هنحطها كلها مره واحده. شكرا. وبعدين نعمل ايه، نحط شويه ميه ونضرب كل ده. واخر حاجه هنحطها خل، حبه حلوين كده زي ما انتم شايفين انا حطيت، وشويه زيت. ويلا نضرب. الفرخه عندي مغسوله بايه، معلقه طحينه. إيه عايزه اقول لكم، معلقه الطحينه بتفرق جدا 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 في غسيل عندي الفراخ او عموما البط الحمام، بتفرق قوي قوي، تشيل اي زفاره اي 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 خلاص. وبعدين بروح بالراحه كده حطاها في بوله زي دي وفيها ميه، واروح ايه نقعيها في شويه ملح وشويه سكر بساط يعني مش كتير، وشرايح ليمون، زعتر، قرنفل، حبهان، فلفل اسود، حصى، الحاجات دي كلها بتفرق جدا في انها ما بحطش خل، في انها تخليها انسجتها طريه وما تنشفش معايا في الفرن. خلاص مش كده وبس، بعد ما احط التتبيله، شايفين التتبيله عامله ازاي اهي، بتكون ما فيش فيها حاجه خشنه اهو، كله ناعم. يا سلام بقى لو تبيتيها في التتبيله دي او تسيبيها مثلا 4-5 ساعات، ما عندكيش وقت اشوي على طول، هتنفع طبعا هتنفع. طيب هعمل ايه، هروح جايبه عندي بقى الحاجه اللي هسوي فيها، ودي مش اي حاجه، دي حاجه مهمه جدا، تركه يا جماعه هي اللي هتخليها زي بتاعه الحاتي. انا هشوي في الفرن من غير ما احطها في صينيه، يعني هشويها. طيب بعمل ايه، بروح جايباها كده اهي، واروح حطها هنا. ايه ده، دي زي ما انتوا شايفين شبكه على صينيه، شبكه على صينيه، شايفينها شبكه على صينيه. خلاص هعمل ايه، هروح بقى حاطه السوائل بتاعتي دي، انا خلاص مش عايزاها، واكملها ميه بالشكل ده. طب انا كده بعمل ايه، انا كده يا جماعه بخلي البخار اللي طالع عندي هنا من حراره الفرن يخلي الفراخ عندي ريحتها حلوه جدا وجوسي وطريه وتجنن. مش كده بس، كمان انا بخلي الفرخه لما بتنزل الميه، لما تنزلها بترجع تتبخر تاني، ما يبقاش الريحه مش كويسه. يبقى كده انا ضربت عصفورين بحجر، الريحة لازم تكون حلوة وانسجت ايه الفرخة. طب ليه في على مصفى يا فيفا على شبكة مش في صينية؟ عشان انا عايزة اشويها. طب اذا انا هشغل الشواية؟ لا مش هتشغلي الشواية، انت هتشغلي الفرن، انت هتشغلي ايه الفرن بس، هتشغلي الفرن بس مش هتشغلي الشواية، وفي فرق كبير هنا يا جماعة. انا عايزاها تستوي. طيب هشغلها على درجة حرارة كام؟ احنا اتفقنا ان عندنا هنا
الكفته محتاجه درجه حراره عاليه جدا. طيب هنا بقى لا، هنا بقى محتاجه ان انت تسويها درجه حراره 200-180 فرن فقط، فرن فقط من تحت من الجوانب مش من فوق، من تحت من الجوانب مش من فوق. طيب هعرف استوت ازاي؟ اول ما تاخد لون كله كده حلو خطير دهبي اللون المشوي ده هتبقى عندك استوت، بتاخد تقريبا ساعه ونص، لو هي كيلو ونص تاخد ساعه ونص، اذا النص كيلو بياخد نص ساعه تسويه. خلاص طيب هعمل ايه؟ هدخلها الفرن زي ما اتفقنا، وتعالوا نشوف اللي بعده. يلا بينا. الدقة، الدقة بس يا جماعة مهمة جدا، الدقة بس كده. فاضل لنا حاجة تانية بسيطة قوي قوي، وهي أحلى حاجة برضو هتتعمل يعني، ولو إن كل حاجة حلوة النهاردة، بس بعد الفاصل استنونا. التحدي، الوصفه دي محتاجه 10 دقايق علشان تستوي، وانا فاضل لي 10 دقايق والحلقه تخلص. هتقولوا لي ازاي هتعملي ايه؟ انا هعمل لحمه، حته لحمه انما ايه؟ عارفين كوستاليتا؟ عارفين كلمه كوستاليتا محمره؟ عارفينها اللي كانت في الاغنيه؟ احنا هنعمل النهارده الكوستاليتا. طب الكوستاليتا دي حته بتيجي منين؟ حته بتيجي من بيت الكلاوي جنب الريش كده. عايز اقول لكم الحته دي حلوه جدا جدا، وبتبقى في البقره يعني، سواء اللحم بقى اللي هو الكندوز يعني مش ضاني، هنلاقيها في بيت الكلاوي. تقول للراجل عايزين الحته اللي موجوده في بيت الكلاوي اللي اسمها كوستاليتا، وهتلاقوها كمان في اللحم الضاني برده في بيت الكلاوي اسمها برده الكوستاليتا جنب الريش. فتخيلوا الحته الريش قد ايه طريه، دي كمان طريه جدا وحلوه قوي في الشوي. طيب تعالوا بقى نقول مقادير شوي الكوستاليتا. عندي هنا كيلو كوستاليتا، كوبايه ميه بصل، كوبايه ميه طماطم، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، وعندي هنا كمان عسل اسود، معلقه كبيره صلصه، زيت زيتون وخل، ووحده كيوي وليمون. ايه ده الكيوي؟ ايوه الكيوي بيساعد جدا على تطريه انسجه اللحمه بشكل رهيب. تاني عايزه كيلو كوستاليتا، وكوبايه ميه بصل، كوبايه ميه طماطم، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، وعسل اسود، ملعقه كبيره صلصه، زيت زيتون وخل، وحده كيوي وليمون. بس كده هحطها كلها في الكبه، وهحط الكيوي زي ما قلت لكم. الكيوي دي بتخلي انسجه اللحمه طريه جدا جدا، وبتخليها مستويه قوي. وطبعا عسل اسود علشان اللون اتفقنا، والكرمله الرهيبه اللي بتكون عندنا فين؟ في الحاجات المشويه. وادي ميه البصل، وادي ميه الطماطم، وادي الليمون، وبرضو عندي هنا معلقه الصلصه اهي، وبهاراتي بسيطه جدا اللي هي ايه؟ اللي هي برضو رشه جوز الطيب وملح، فلفل اسود الاول وملح، وبرضو شويه خل وشويه زيت، وهنضرب كل ده برضو في الكبه او في الخلاط براحتك خالص. بس كده اروح شايله كل ده عشان بس نروق الدنيا هنا لنفسنا، وهروح بقى جايبه عندي اللحمه حطاها في بوله، وجايبه كل التتبيله الخطيره دي ونازله بيها فين؟ على اللحمه. في اسهل من كده؟ تتبيلات كده هوا هوا، مفيش اسهل من كده. طيب واتبلها بقى
خلاص. ويا سلام برضو لو سبتها في التتبيلة حبة حلوين، اكيد الموضوع هيكون الطف كتير. اتبلها كده. عندي هنا بقى لازم تكون بصوا انا طبعا ينفع اشويها، وبتتشوي اللحمة بتكون عايزة النار بتاعة الشوي برضو عالية شوية مش هادية. الفراخ هي اللي عايزة دايما تكون النار هادية، الفراخ هي اللي بتحب لو شواية عادي وفحم، فبتكون الفراخ عايزة النار هادية علشان تستوي لحد جوه. لكن دي اللحمة مجرد ما اخدت لون معانا بتكون استوت، انسجتها خطيرة. طبعا احنا متبلينها تتبيلة رهيبة. طيب اروح ابص كده على ايه الفراخ بتاعتي. وطبعا انا طلعت الكفته، وكمان هقدم الرز بعد ما احط عندي هنا الكوستاليتا. طيب عندي هنا لازم تكون الطاسه سخنه. طيب فيفا انت بتشوي في الكاست ايرون دي، وهي احنا مش عندنا كاست ايرون. عارفه لو عندك، قولي لي يا ستي، لو عندك ستانلس ستيل تقيل، واحده حلوه كده تقيله، سخنيها كويس قوي وبعدين حطي فيها شويه زيت. سخنيها كويس قوي 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 وبعدين حطي فيها شويه زيت. ما عندكيش ده، عارفه لو عندك صينيه تيفال سخنيها كويس قوي 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 وحطي فيها شويه زيت. بس يفضل دايما لما نيجي نشوي تكون الحاجه بتاعتنا اللي احنا بنشوي فيها تقيله، ده بيفرق جدا جدا في توزيع درجه الحراره. سخنت عندي، يلا بقى نحط. الله، هو ده اللي انا عايزاه كده اهو، ومش هتاخد وقت خالص، هتاخد لون رهيب، كرملة، حركات. هسيبها بقى تستوي واقلبها واسيبها تستوي لحد بقى ما تاخد لون من كل الجهات وتسوية. تعالوا بقى احنا نبدأ نعمل صينية الوحوش بتاعتنا بتاعت كل عيد. ادي عندي هنا الصينية الخطيرة بتاعتي. بصوا الرز بقى عندي عمل ازاي، عشان قلتلكوا اصبروا كمان لسه هتشوفوا شكله بعد ما يقعد شوية. بصوا يا جماعة، بصوا اللون، شايفين اهو، شايفين الحلاوة، شايفين لونه طلع عامل ازاي، تحسوا كده ان ايه، رزايه ورزايه صح. تعالوا بقى نروح قلبين ده كله هنا، ونروح بقى مرصصين عليه الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها. بصوا كده، نحط الرز اهو، ونحط كده ايه الرز على الاطراف شويه علشان نحط بقى الفرخه بتاعتنا في النص، نحط اللحمه بتاعتنا اهي. كل واحد ياخد طبقه وياخد الحاجات اللي هو عايزها. شويه رز يتاكلوا حاف كده. تعالوا بقى تعالوا بس نرجع دي كده، نلبس تاني الجوانتي بتاعنا عشان نشوف الكفتة بتاعتنا عاملة ازاي. ريحة الكوستاليتا رهيبة، ريحتها خطيرة، طبعا طعمها يكون تحفة. يلا بصوا بقى عندي، بصوا تعالوا شوفوا صباع الكفتة عامل ازاي، ريحته تحفة. بصوا ما حطيتلوش فحمية، طبعا تقدروا تطفوا فحمة لكل حاجة. بصوا القطمة، بصوا يا معلق، بصوا يا معلق، حصل، بصوا يا معلق عاملة ازاي من جوه، شايف؟ بصوا تحسوا كده ايه ده، ده فيها مية، ده فيها مية. لا دي خطيرة، دي تحفة. ليه بقى؟ هي طرية من جوه مش ناشفة. تعالوا بقى نحط ده كده كده اهو، وحوش وحوش. امال بصوا بتفك ازاي من على السيخ، شايف
شايفين بتفك ازاي من على السيخ اهو، مش مستحمله اهي. في واحد هنا بس كده. كفته رهيبه، بس اعملوها مره وانتوا مش هتبطلوا ابدا تعملوها، بس مره هتلاقوها ظبطت معاكم بشكل غير عادي. يعني مش عايزه اقول لكم، انتوا هتكتشفوا نفسكم ان انتوا محتاجين تفتحوا ايه زي ما اتفقنا. بصوا بقى اللون الخطير بتاع اللحمه ده، لون وتسويه. بصوا بصوا لونها عامل ازاي. ايه ده ليفا، انت شوتيها؟ امال ايه، احنا بنلعب يا جماعه. شايفين اللون بتاعها خطير ازاي، لون وتسويه. الله، والكرمله حكايه حكايه. طيب انا محتاجه اهو، طبعا احنا عاملين ايه يا جماعه، بس هحط دول علشان ياخدوا لون زي اخواتهم وايه ويتوزع عليهم درجه حراره. طيب انا محتاجه ايه، انا محتاجه شويه سلطه حاتي. سلطه الحاتي والطحينه من اسهل الحاجات بقى اللي انتوا هتعملوها، مش كل حاجه عليا صح. انا بس نرجع ده ورا، اسمحوا لي بقى اروح ادي صباع الكفته المقسوم نصين ده لعم علي عشان هو اخد اللقطه جامده قوي. روح ادوقها لعم علي واجي لكم. ثانيه واحده، خدي خدي يا سلمى، واحد ليكي، نص ليكي ونص لعم علي، ماشي؟ بس على شرط تقولوا لي من ها ايه رايكم. ها بيعملوا لي كده كده. بيعملوا لي كده، عجبهم جدا الحمد لله. طيب احنا دلوقتي اهو الكفته، كفته مين؟ اللحمه. ما يا جماعه بقى لحمه وكفته ناقصنا الطرب، هنعمله ان شاء الله ايام جايه كتير. بصوا اللون، شايفين اللون؟ طب واخدين بالكم مفيش نقطه ميه عندي هنا في الطاسه؟ هو ده بقى اللي يفرق ان انا بسلق ولا بشوي ولا بشوح. مفيش نقطه ميه عندي هنا في الطاسه خالص، مفيش. ده انا عندي هنا كلها، وكمان زي ما انتم شايفين كده بتاخد لون كرمله رهيب. خلاص تعالوا نشوف الفرخه بتاعتنا، والله اخدت لون مش بطال نقدر نعتمد عليه. عايزه سنه سنه بس عقبال ما رصص ايه. لحد بس كده ما الفرخه تاخد لون، تعالوا نقدم اللحمه. الله الله. طيب انا بعمل ايه، انا كده سويتها. المفروض ان احنا بعد ما نسويها وتاخد لون نروح مهدين النار، تمام، وسايبينها مش اقل من 5 دقايق تاني اوكي، علشان تستوي معانا بقى حلو قوي. انا بالنسبه لي كده مستويه قوي، لكن في ناس تحب انها تسويها اكتر من كده. ناقص واحده هحطها هنا عقبال ما ان شاء الله اهي الفرخه تطلع تاخد لون خطير. ايه رايكم؟ حلوه صح؟ هطلع بقى الفرخه معايا، وزي ما قلت لكم احنا كده بس عليكم السلطات. سو الفرخه لو كانت بس استنينا عليها شويه كانت اخدت لون اجمل من كده. بتستوي على درجه حراره 200 يا جماعه، 180 200، مش اعلى من كده ومش اقل من كده علشان تستوي صح. الله، ادي الفرخه بتاعتنا، ادي الفرخه. خلي بالكم مش هتمسك ابدا في السيخ. البقدونس بتاعنا بقى مش هتمسك ابدا في السيخ او على الشبكه، مستحيل. ليه؟ علشان هي حواليها وسط مائي خطير. شكرا. بس كده بصوا اخدت لون كمان، حته اللحمه رهيب. هي بس ناقصها ان هي ايه تستوي بس اكتر من كده شويه، لكن مظبوطه جدا. اخر حاجه بقى رشه ايه البقدونس الحلوه دي على كل الاكل. طبعا يعني
البقدونس ده اساسي مع المشويات. وانا كده خلصت، وانا كده عيدت معاكم. كل سنه يا حبايبي وكلنا طيبين، وبعوده الايام علينا كلنا، يا رب كل البيوت عمرانه وفرحانه والخير فيها، يا رب كل البيوت مستوره، يا رب كل البيوت فيها الفرح كل الايام مش بس في العيد. بحبكم من كل قلبي، ومبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده، وبكره هتلاقونا في حلقه شم النسيم. هنعمل بكره سفره انما ايه خطيره، بكل الحاجات الحلوه اللي ممكن تتعمل يوم شم النسيم، من فسيخ ورنجه لحاجات تانيه كتير. بحبكم من كل قلبي، بشوفكم بكره على خير.